استاذ محمد يحيى، اهلا وسهلا بك معانا النهارده في 24. جايين نقول لك مليون مبروك على اغنيه هاروني بوس، اغنيه اسمها كاتشي قوي، رغم ان الجمله دي تقريبا موجوده مرتين في الاغنيه، بس هي مضمونه حاجه تانية. قول لي اصلا كنتوا بتتشاوروا مع بعض باسم الاغنيه، ولا الاسم ده ما كانش يعني كنت موافق عليه في الاول، ولا مخايف منه، ولا لا؟ لا خالص، ليه اخاف منه؟ ليه؟ لانه هو في مضمون الكلام هادف، ما فيهوش حاجه بره يعني. لا بالعكس، اول ما الشاعر النجار بعتولي شاعر جديد محمد النجار، عجبني اول الكلام اشتغلته على طول. انا من الناس اللي بتختار كلام، يعني انا من الناس اللي لما بيجي لي كلام حلو بشتغله على طول. دياب اتعرض عليه مليون اوفر تقريبا الفتره اللي فاتت، وعشان يرجع وكان لسه في ندوه معانا، وقال انه من الصعب جدا ان هو يختار اغنيه، ولكن الاغنيه دي تقريبا هي الكامباك بتاعته. فقول لي، انتوا صحاب من قبل الاغنيه دي، ودماغكم التركيبه دي مشيت على بعض ازاي؟ احنا اصحاب، انا ودياب من زمان جدا، بقالنا مثلا اكتر من 15 سنه اصحاب. دياب على المستوى الانساني صاحبي قوي، على المستوى الفني طبعا ما شاء الله عليه، كمان في التمثيل هو جامد جدا، وفي الغنى طبعا نجح طبعا وعمل نجاحات، بس زي ما تقولي التمثيل خده شويه، وادينا راجعين ان شاء الله. الاغنيه دي ان شاء الله الاغنيه دي تكسر الدنيا، ونخش في حاجه تانية وتالتة، وبتمنى له كل التوفيق طبعا. ده اللي بياخدني السؤال تاني، ان هو في تعاون تاني ما بينك وما بينه بعد هاروني بوس؟ والله احنا بس نطمن على الاغنيه دي، ونحس ان ان شاء الله كده نجحت وعملت جو، وان شاء الله ليه لا نعمل التانية والتالتة، وهو ربنا يوفقه حتى لو مع حد غيري. يعني انا بتمنى له كل خير، ومبسوط بالرجعه القويه ليه. يعني دي مش اول اغنيه تنزل ليك في الصيف ده طبعا، نجمك كان في السماء الفتره اللي فاتت، اغنيه العقد تحفه، ناجحه نجاح رهيب جدا، رغم انها اتحذفت من على اليوتيوب. فقول لي اصلا، ان ده مش اول تعاون كان ما بينك وبين اليسا، فقول لي الكيمياء دي بتمشي ازاي، خصوصا ان انت تقريبا عنصر اساسي في الالبومات بتاعتها. والله بص، كيميتي انا واليسا متوافقين جدا، وانا بهتم وببقى حريص قوي على ان كل البوم لاليسا اعمل لها حاجه مختلفه. يعني من اول اسعد واحده، تعبت منك، سهرنا يا ليل، هنغني كمان وكمان، الى كل اللي بيحبوني. بحب التعامل معاها، وبحب صوتها، وبحب طريقتها في الشغل بصراحه. فدايما ببقى مهتم كل البوم ان انا اقدم لها حاجه مختلفه، وكان الحمد لله يعني العقد كنا موفقين فيها قوي، وايمن كتب بصراحه كلام عظيم. يعني بتعتبرك تعاملت الحظ بتاعتها، عشان كانت دايما عنصر لا يتجزأ من اي البوم او بروجكت جديد ليها؟ والله بص، هو الحمد لله انا يعني ربنا دايما بيبقى موفقني، ودايما احساسي والحاجات اللي انا بعملها في الحاني بتوصل للناس وبيحبوها، وبيبقوا مبسوطين بيها. فدي حاجه بقى من ربنا، انا ما مش عايز اقول الكلام، دي بتبقى حاجه ربانيه يعني. بعد ما اتحذفت الاغنيه كلمتها؟ اتكلمنا طبعا، كنت متضايق قوي يعني، بس الحمد لله موضوع حذف الاغنيه ما اثرش على انتشارها، بالعكس انتشرت جدا جدا جدا. وزي ما بقول لك، هو اليوتيوب مش مقياس للنجاح. النهارده باقي السوشيال ميديا والتيك توك والابلكيشنات بتاع الاستماع والحاجات دي، فالناس لما بتحب حاجه على فكره بتجيبها من اي مكان. تقدر تبشر الجمهور بانها ممكن ترجع امتى؟ لا ما عنديش فكره خالص. الفتره الجايه احنا سامعين ان انت تشتغل مع سيلبريتيز كبار جدا، استاذ عمرو دياب وحماقي وناس كتير قوي، فانا عايز حاجه اكسكلوسيف النهارده للقاهره 24. ان شاء الله الفتره اللي جايه في حاجات كتيره مع كل الناس، مع الهضبة عمرو دياب، مع حماقي، مع اليسا، لسه في حاجات هتنزل برضو، في حاجات مع جورج وسوف، في حاجات مع تامر حسني. بص انا دايما ما بقولش الحاجات اللي لسه ما نزلتش، عشان بيبقى فيه برضو سرقه للافكار او الكلام. عايزه مثلا كام اغنيه مع كل سيلبرتي، يعني مثلا استاذ عمرو دياب؟ برضو لسه ما اقدرش اقول لك ارقام يعني، اصل الشغل ده ليه اغنيتين، اغنيه كلمات ايمن بهجت قمر، واغنيه كلمات صبري كمان.